هلا وغلا بطق متابعين بالحلقة. اليوم جاي لشركة جي اي سي وكيل هجمه، بصور لك كم سيارتين تعتبر جديدة بالكامل، عصر جديد من الفخامة والأناقة. تذكرون قبل فترة، قبل ثلاث أسابيع رحنا بدعوة من شركة جي اي سي الشرق الأوسط والسعودية بزيارة مصنع جي اي سي، وشفنا سياراته وشفنا كل شيء، بس كانت التغطية كل سناب وانستغرام. الحين هذولي تذكرون افخم، انا بالنسبه لي اقولها من افخم السيارات اللي نزلت عندهم الجي اس 8، وترى مسوين عليه عروض. ال 23 سعره 127,000، اللي كان 149 الحين 127,000 و 128,000. قلت لهم انه سياره من عقب الجي اس 8، صراحه الواحد صار ما يملى عينه الا الجي اس 8. نزلوا الحين سيارتين، واحده امزوم وامكو. امكو تلخبطون بالحين بسمه، بس ما عندكم مشكله الحين بصور. الحين خلونا نصور، انا صورنا سنابات قبل ثلاث ساعات وصارت زحمه الصاله. تعالوا الحين بوريكم الامكو اللي هناك، هذه الامزوم السبورت، بس خلينا بخلص اول شيء من هناك لما عليه زحمه. وبعدين ابحث عن سيارات للبيع، حراج اكبر منصه بيع وشراء للجديد والمستعمل. هذه الامكو، هذا اللي انا دخت عليه يوم الحفل. الموتر فيه فخامة عجيبة، الواجهة كأنها سيارة اختبارية، كأنها سيارة من المستقبل. يعني ما تحس انه يشبه سيارات ثانية. اول نظرة انتم عارفين خويكم اشكال انواع السيارات اللي جربتهن واللي صورتهن. التصميم هذا بالمعارض الدولية ما تشوفه الا بالسيارات الاختبارية. سيارات اختبارية، تذكرون بعض المنصات والشركات يحطون سيارات من الموديلات الانتاجية وبعدين يحطوا لك كم سيارة اختبارية. هذا من أول نظرة تحسبه سيارة اختبارية، ما كأنه سيارة انتاجية. ففيه فخامة عجيبة، ولا راح تستوعب كلامي هذا إلا إذا شفته على الطبيعة. بالتصوير دائما التصوير يظلم الشيء. طبعا حاليا مو متوفر عندهم الفئة هذه، مستقبلا ممكن يجيبون هايبرد، ممكن يجيبون فئة أعلى، ما أدري. لكن اي شيء جديد بعطيكم خبر. هذا اللي معنا الماكينه تيربو 1006 حجمه، 177 حصان والعزم 270 نيوتن، والجير 7 سرعات دبل كلتش. خلينا نشوفه. شوفوا انوار اللي تي، الوجه جاي بخطوط حاده، يعني تصميم الشبكه عجيب، النور عجيب، كل شيء عجيب. يعني بعض الشركات تحس انه يعدلون، بعض الشركات سواء معروفه صينيه وغير صينيه تصير في تشابه بين بتصاميم السيارات الثانيه. هذا شاطح، هذول شاطحين شطحه عجيبه. ممكن بعض الخطوط تحس انها من سيارات كدلك، ممكن، بس مو بقوه. الشيء الثاني، انا مقطع نزلته بالانستغرام وخقيت على الموتر، واضح بعضكم بندر تبالغ. شوف، اقسم بالله ثم اقسم بالله، متابعينا قدامى وانا اعرفهم موجودين اللي يتابعونهم من قديم، المتابعين قدامى المتابعين قدامى عارفينه، واخويا بعد اللي يعرفون زين يبخصون زين. انا من الناس، ترى اقسم لكم بالله، ترى فيني عناد. لو تجيب لي 1000 واحد يقولوا بندر هالسياره مثلا، هذه ولا اي ثاني، اي سياره ثانيه يقول هذه زينه هو تصميم، ما في امل. أنا أقتنع مزاجي، والله لو تجيب لي مليون شخص يقنعن ما في أمل. لا اقتنعت بشيء كثير من الناس وبشهادتها أنه صح جميل وزين. فأنت شوف على الطبيعة، أول نظرة راح تشوفه بتقول كأنه سيارة من المريخ، هذه أول كلمة بتقولها. خاصة الوجه الأمامية، أنا دخلت عليه، والخلفية بعد عجيبة. الجنط لك عليه، الجنط مقاس 19، المفروض انه يجي 20، واتوقع انه في فئه اعلى، بس ممكن راح يكون سعره اعلى لان بنشوف الشاشات الحين اصغر. بس بحكم ان هذول السيارات تو جايات جدد، فان شاء الله بالايام الجايه انهم ينزلون اكثر واكثر. شوف الجي اس 8، هذا التصوير انا ترى مخطط حي. طيب خلونا اوريكم الحين هذا المفتاح، نفس مفتاح الجي اس 8، بشغله. بسم الله، ما شاء الله. شوف الجمال، شوف الشكل والتصميم، اشتغل النور. طبعا النور كلها ليدي، كلها ليدي. طفي السيارة، دور على الكلاسيك والمخزن تلقاه في حراج. هذا مفتاح، شوف الواجهة الأمامية، الأنوار
كله LED زايد الليد النهاري، حساسات اماميه، رادار، قياده شبكيه، كلها موجوده. بس الجنط اللي ما تحس انه لابق عليه صراحه. خل اوريكم التصميم الخلفي. التصميم الخلفي شوفوا، في جراءه هنا، في جراءه عجيبه، في قوه تصميم عجيب. يعني القصة حق تصطب هذه كتصميم الخلفي سيارة من العطارد مو المريخ. شوفوا ما شاء الله، حساسات خلفية، قصة تصدم قصة الصدام عجيبة، كل شيء عجيب، كل شيء عجيب. يعني أنا لا تلومون بندر تقول إنك تخرج على شيء عجيب، أنت ركز، بس ركز، شوف شوف التفاصيل الكثيرة اللي بالصدام، شوف التفاصيل. اغلب الصدامات اللي نشوفه بالسيارات الثانيه جاي صب قطعه واحده، يصير بو شوي بروز، هذا جاي فيه 50,000 تفصيل. شوف الشنطه، هذه ترى بحجمه جايه اكبر من التوسان بشوي، اكبر من التوسان، يعني جايه كحجم عشان انت تكون بالصوره، جايه بين السنتافي وبين التوسان. يعني الموتر جامع قصة رياضية زايد قصة عائلية زايد سبورت زايد كل شيء، كل شيء صراحة. بالإضافة للسعر، مع أني ناشب لهم بالسعر، أقولهم تكفون طالب كم طوبة، هالموتر لا يزود سعره. فسعره الحين بصوره لكم، شوفوا قصة أسطر. شوف أنت تشري مو سيارة عادية، أنت بتشري تحفة فنية، أنت بتشري تحفة فنية، كل أحد بيشوفه يقول وش هالسيارة. تذكر كلامي، شوف المساحة، شوف مدلعينك حتى بالمساحات، ما نقصوا عليك شيء أبد. شوف هذا سبير مؤقت، ما في أي نواقص، حتى اللون الداخلي يوم رحنا للصين نشبنا لهم قلنا يا ناس فكونا من اللون الأسود، ترى ما نبي اللون أسود. خلوا صوركم السعر عشان ما ننسى. والله إني ودي بعد بنقص، لكن قالوا بندر هذا اللي بس، ان شاء الله انهم بعد ينقصون، مع ان ما ادري والله الصدق يعني، ولا ودي انا بنقص، والهم على كلام قالوا بندر يعني هذا اعلى شيء. حتى في ناس من متابعين ارسل لي من دول الخليج نفس السياره هذه فرقه اغلى من عندنا ب 11,000 12,000 اغلى من عندنا. شوف قبل الضريبه ب 77 وبعد الضريبه ب 89. امكو جي ال، شوف خطوط الحاده، شوف الجمال اللي بيعطيك تصميم بعد ثاني. شوف شوف البروز، شوف البروز، شوف البروز على الكبوت، شوف اللي هنا قصة المرايا، شوف القصة شلون مع الكاميرات مع المقابض، مقابض الابواب، حتى مقابض الابواب جاية بطريقة حلوة زي ظهر فاس. شوف شاء الله، وهذه صرفية الوقود بإذن الله، بإذن الله. أنا قايل لهم أبي هو امكو وامزوم كلهن مسك من الخط الحائل، ان شاء الله نصورها لكم. الماكينه 1005، انا معلش قلت لكم 1006، 1005 بقوه يمشيك لتر 18.2 بنزين 91، التيربو لا تعبي الا 95، حتى لهم كاتبين 91 اي شركه. هذا الصف الثاني، شوف صراحه يبيله ستاره، بس شوف الوسع، يعني يصلح متوسطين الطول وفوق. الغريبة انه ما في تكاية بالنص، لون المراتب جملي فاتح، مخارج المكيف هي اهم شيء، مخرج USB. شوف سقف البانوراما، ارباقات امامية وجانبية، وهنا جهد السواق، هذا بنكمل اذا رحنا عنده. مقبض الباب ترى في اضاءة محيطية هنا، مقبض الباب جاي كذا، شوف جاي تصميم حلو ورايق. واحد من المتابعين ارسل لي بسناب قال بندر صور لي اكسبلورر 2010، قال شوف قال شوف قال شوف بندر موجود من 2010. قلت انا صراحه حتى لو هو موجود ولا شيء، بس انه غريب، غريب شكله. شوف الالوان الفاتحه تفتح النفس، حتى الالومنيوم اللي هنا اللون حلو يفتح النفس. هذا هو الباب، وهنا الدائره، طبعا الدائره هنا ولا لكم تشوفون اضاءات سماعات، سماعات وفرار هناك حق مكيف، يعني مستغلينه بشيء كثيرة. وهنا عندنا كرسي الكهرباء، شوف شوف بالله اعطني رايك،
انت انا وش اللي انا مهبل بي الموتر قيمته 89 وفي كل الفخامة تصميمه يعني الخارج والداخل بقيمة 90، وش السيارة اللي تجيب لك بسعر هذا 90 وفيه جراءة وفخامة التصميم الخارجي والداخلي؟ الحين نجي للداخلية. الداخلية قبل اشرح لك في ملاحظات، وقلت لها قلت لهم تكفون فكونا من الشاشة الصغيرة هذه 8 انش اللي جايب نفس شاشة الجي اس 8، يعني ما هي كاملة ترى، بس هذه هالمربع هذا بس، هذا ثابت البنزين وهذا ثابت. قلت يا ناس ما نبي هالشاشة، خلاص لازم شيء كامل، وان شاء الله انهم يجيبون شيء كامل. هذه ما هي جاية كاملة بعد. الصوت 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 هذا هو. هذه بعد شوفوا يمكن حجمها 10 انش، ما هي جاية كاملة زي الجي اس 8. قلت لهم نفس الوضع، لا بي شاشة كاملة، ان جبتوا شيء خلوه كامل تكفون. مع انه في قيادة شبه ذاتية وفي رادار في مثبت في كلش. راح تشوفوا هنا الزر في شيء ناقص، يعني في فئة اعلى. شوف التصميم، الإضاءة هنا المحيطية صورناك اليوم بالليل بس ما هي واضحة مرة. دركسون قريب لدركسون الإمبا والجي اس 8 بعد. حقات المكيف شوف 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 بحكم انه هذا جاي دائري، شوفون هذا اللي يقول كان تقدر تتحكم درجة حرارة. شوف شوف تقصر وتطول درجة الحرارة. شوف وبنفس الوضع شوف اسطواني بتلفه. عجيب عجيب. طيب وش نبي بعد يا الغالين؟ بطفي مكيف اول شيء، مع انه والله ودي خليه. انا التفاصيل الثانيه خلوا اذا ان شاء الله مسكناها بخط الحائل، بس هذه شرح للمواصفات. خلوا اوريكم بعد هنا تقدر تفتح الدرايش، تاثير الاضاءه، هاي نختار. هذا على حسب وضعية القيادة. اسطوع المفروض ايه هذا، هذه هذه شوف بقصر الإضاءة شوف هذا هو، حتى حاطينه هنا ورا ورا، انا متأكد وراها ورد ورا. شوف شيء اذكر يوم الحفل كانت موجودة ورا، بس بتأكد لك هنا. لا شوفوا جايب نفس الالمنيوم، خط بنفس الالمنيوم، وهنا وجاي حتى على هذا. شوف ترى يرمش من التصوير، فصراحة روعة التصميم، روعة وجري. هذه القائمة الرئيسية قريبة للجي اس 8. هذا هو وضعية القيادة. وضعية القيادة بعد موجودة، مفروض انه غير الشاشة رياضي. خلينا نشغل السيارة اول شيء. شوف ستارت وين، شوف ستارت، شوف شحن ويرلس، شوف الالوان الحلوة اللي تفتح النفس. انا اخق على الالوان اللي زي كذا. شوف الاضاءة وين، شوف الاضاءة، مساحات التخزين هنا. شوف شوف الشغل الملكي، حتى هذا الشكل الاسطواني موجود هنا. ما شاء الله تبارك الله. الجير، الجير راعي، قطعة كريستال هنا شلون جاية. الجير تحفة. انا قلت لك ان السيارة هذه مو سيارة عادية، هذه تحفة فنية. هذا كاميرا، اربع كاميرات، والله المفروض الصراحة ان ادق احسن من كذا كاميرا، الصدق الصدق انه المفروض اجمل من كذا. هذا 2D زاوية واسعة، المفروض انها اجمل الصدق، يعني يعني انا اشوف الكاميرا متوسطة، بس بوضعية قيادة اللي هو هذا. شوف مريح بيجيك بس كذا بالشكل هذا. طبعا ان شاء الله يصير في تحديثات، يصير في اشياء. هذه كار بلاي، الامبو الامزوم والامكو كلهن صار يدعم الكار بلاي. اشوا ال زر التشغيل هنا، حامل الاكواب هنا، الالوان اللي تفتح النفس. شوف في هذا شيء يشعل المفتاح، بس باقي بصور لكم النور وفي الإشارة. شوف الإشارة جاية بنفس مكان اللدة،
تحفة 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 من صانع صيني صراحة. عندك سيارة للبيع جديدة أو مستعملة؟ صورها واعرضها لملايين الزوار في حراج. شوف الإشارة وين جاية؟ جاية هنا. يا أخي مبدع والله صديق الصيني مبدع. يعني شوف الفكرة وين جت، استغل هالنقطة هذه. شوف حرف شعار الجيسي. الله ما هو سهل. شوف بالله شوف الجناح، شوف الجناح كبر. شوف هذا اللون الثاني، هذا اللون الثاني جاي سماوي. الداخلية نفسه. والجنط نفسه. حتى الوانهن تختلف عن الوان سيارات الثانية وشركات الثانية. درجات الألوان عجيبة. ما شاء الله. هذه الماكينة واو كل كبوت والله هو ثقيل. طبعا شركة جي سي ترى دخلت السوق الأمريكي إذا ما تدرون. هذا اللون الثاني. طبعا بنزل لك كم جزء ثاني اللي هي الجي اس 3 اللي هي امزوم سبورت، في نازل منها فئتين سبورت والجي. بنزل لكم ان شاء الله تقريبا بكره او بعده ان شاء الله باذن الله. بس خلصنا غاليين، اعطونا رايكم بالتصميم الخارجي والداخلي من جميع نواحي. انا ما ودي اتحكم الا نشوف موتر على الطبيعه. السياره من اول نظره خاصه امكو سابق الزمانه، شكل خارجي والداخلي بعد. اكتبوا لي تحت رايكم كم تعطونه من 10 الخارجي والداخلي. انا بالنسبه لي خارجي وداخلي 10 من 10، بس الملاحظه الجنوب للامكو. السعر ذكرت لكم، كل شيء ذكرت لكم. قريبا ان شاء الله باذن الله نصور لكم الفئه الثانيه. في امان الله وبحفظ الله.